أول اتنين منار ومصطفى، مصطفى ومنار. منار هتكتبي بالخط الأزرق، أيوة، ومصطفى هتكتب بالخط الأزرق. منار ملكيش دعوة بجهاد خالص، مصطفى ملكش دعوة بمحمود، تمام، ما تبصلوش، تمام. محمود هيكتب وجهاد هتكتب، اتفقنا؟ تمام. السؤال الأول، معلومات عائلية، إيه أحلى هدية أخوك أو أختك جابوها لك؟ أنا بتكلم على محمود وعلى جهاد. أحلى هدية جهاد جابتها لك إيه يا منار؟ وأحلى هدية محمود جابها لك إيه يا مصطفى؟ خلاص هاخد الإجابة من مصطفى، سؤال خط وحش شوية بس يعني. كده تمام، وهاخد الإجابة من منار. طيب تعالوا نشوف أول حد كتب إيه. جهاد، في رأيك إيه أحلى هدية جبتيها المنار؟ سلسلة دهب، دي أغلى حاجة فيه. هي فعلا سلسلة دهب. فين السلسلة الدهب دي؟ لا أنا عينيها غالية، يعني الموضوع غالي بالنسبة لي. غالي بالنسبة لك، كانت بمناسبة إيه؟ نجاحي. مناسبة نجاحك، برافو عليك أختك جميلة، برافو عليك يا جهاد. ضحي. طيب محمود كتبت ايه؟ تيشيرت كورة. تيشيرت كورة، طيب كان تيشيرت ايه؟ كان تيشيرت افتكر كان منتخب مصر. كان تيشيرت منتخب مصر، بس مصطفى بيحب الشوكولاتة اكتر. بص كل واحد بمزاجه بقى، انت بالنسبة لك تيشيرت مصر اهم، مصطفى بالنسبة له الشوكولاتة احلى، صح؟ بالظبط. تمام، طيب كده في الحالة دي هدف لعيلة سالم بلا مقابل.